مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية من خلال ضيفتنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذة ماريا روماني الكاتبة الصحفية بموقع القاهرة 24. بصبح على حضرتك أستاذة ماريا. صباح الفل على كل، صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا. هبدا مع حضرتك طبعا اول منشطاتنا بدايه مع نشاط سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس. السيسي بيحضر منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي بالعاصمه الاداريه الجديده. صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن المنتدى بيتضمن عدداً من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية. كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلاً عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر. هبدأ مع حضرتك يا أستاذة ماريا طبعا وتحليل لأهم أو لهذا الاجتماع، ونعرف طبعا أهميته من حضرتك، وكمان طبعا الاستعداد لمؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم. خلينا متفقين الأول إن أهم حدث في مصر القادم هو كوب 27 أو القمة العالمية للمناخ. تقريبا مصر بتجهز لها من بدري جدا، وهي أهم حدث على أجندة مصر الفترة القادمة. وقبل كده الرئيس السيسي ومعه رئيس الوزراء وكل الوزارات قالوا إن مصر كلها بتتعاون للمؤتمر ده. كمان خلينا أقول إن المنتدى يعني بيهدف فعلا زي ما حضرتك قلت في المرحلة الأولى الانتقال من مرحلة التعهدات للتنفيذ. يعني أنا الرئيس السيسي هينفذ خلاص، احنا انتقلنا من مرحله القرارات والتعهدات الى التنفيذ. كمان الرئيس السيسي قال تصريحات مهمه جدا في المؤتمر ده، منها ان مصر هتكون الدوله الاولى في تحسين معالجه المياه من نهايه برنامج حياه كريمه. كمان قال ان مصر لديها اكبر محطات طاقه شمسيه على مستوى العالم. كمان خلينا نعرف النقطه دي ان المراحل المستخدمه هي الطاقه النظيفه بس الطاقه الشمسيه. كمان الرئيس قال ان يعني ان مصر بتعالج المياه معالجه ثلاثيه متطوره للاستفاده من كل نقطه. ومن يعني من وجهه نظري ان اهم تصريح رئيس السيسي قاله امبارح ان مصر من اوائل الدول لوضع الخطه الاستراتيجيه للتنميه المستدامه. معنى ذلك ان احنا عارفين احنا بنعمل ايه الخطوه القادمه بحساب، وكل خطوه بنديها بحساب وبتدبير وبتخطيط جيد جدا. صحيح. طيب احنا في نفس السياق الخاص باستضافة مصر لقمة او للمناخ لمؤتمر المناخ، الرئيس السيسي بيستعرض استعدادات مصر لاستضافة قمة شرم الشيخ وقيادة عمل المناخ. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وده تحت رعاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ قامت بتأسيسه الولايات المتحدة عام 2009 لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها، وقد تم توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة في هذا أو المشاركة هذا العام استنادا إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال، وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ. وقال الرئيس السيسي إنه مع قرب انعقاد الدورة 27 لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع أثاره السلبية والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية المتوفرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض بتتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض
حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف 1.5 درجة مئوية. تقريبا ده يعني استكمالا لكلامنا وكلام حضرتك طبعا عن المانشيت الأول، ونعرف من حضرتك طبعا رأي حضرتك في كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بهذا المؤتمر، وطبعا اهتمام أمريكا وإن هي من مؤسسين هذا المؤتمر ودعم المؤتمر عام 2009. برضه في نفس السياق عن كوب 27، فكرة إن مصر يعني تم اختيارها هي تترأس القمة القادمة، فدي بتروج لحاجات كتير جدا عندنا وهتظهرنا أكتر للعالم، وهتظهر قدرات مصر والاقتصاد والتطوير كبير جدا اللي حصل فيها في الفترة الأخيرة من استعانة الرئيس السيسي. كمان السيسي قال في الفيديو كونفرنس إن مصر تبذل قصارى جهودها عشان تحس كافة الأطراف عارفها تسمعها عملها زمانات الفترة القادمة. ومن رأيي قال مهم جدا إن هو التعهد العالمي للمساهمة في الفترة القادمة في المسار المعني بالبترول والغاز. وإن مصر هتسعى لخلال تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان. كمان قال أو أعلن عن مبادرة مهمة جدا عن شراكة مصرية أمريكية بتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الأفريقية على مدار العام الجاري، إن احنا نتكيف أكتر في أفريقيا ونتعاون مع جميع دولها. وكمان هيوصل لتسليم مبادرة جديدة ذات تأثير فعال هيتم الإعلان عنها في كوب 27، وخلينا متأكدين ومتوقعين 100% أن كوب 27 هيشهد إعلان مبادرات كبيرة جدا جدا وتسليم مبادرات أكبر. نتمنى طبعا نتائج ملموسة في هذا المؤتمر، خصوصا أن مصر مستضيفة المؤتمر السنة دي، وإن شاء الله يعني ننجز إنجاز كبير جدا ونطلع بنتائج كبيرة جدا عشان يعني نوصل لنتائج ملموسة في هذا المؤتمر. أنا أروح مع حضرتك لمنشات آخر أيضا خاص بنشاط سيادة الرئيس، بيتطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ وفي ضوء الزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوديل رينو باسو رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وده كان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. ده أيضا يعني استكمالا لكلامنا عن مؤتمر المناخ، رؤية حضرتك طبعا وأهمية هذا الاجتماع. يعني في سياق كوب 27 احنا بنركز او بنعمل سبوت على مجالات الطاقه النظيفه، وده طبعا احنا بنتكلم على قمه ونوت وزي ما بنقول كل حاجه هتكون قدراء. فمن وجهه نظري ان اللقاء ده كان مهم جدا، ان الاستعراض الفتره القادمه هيكون فيها ايه، كمان ضمن مؤتمر المناخ والزخم العالمي اللي بتحظى بيه قدرات التغيرات المناخيه في كل دول العالم. احنا هنا بنشوف الفترة القادمة فيها ايه وبنبص بره ايه اللي حصل، ممكن نستفاد من التجارب دي والاحداث الطبيعية جدا اللي مفيش اي حد يدخل بيها، وان دي تغيرات مناخية واحنا بنحاول نتكيف على التغيرات المناخية دي عشان نعمل احتياطاتنا من كل شيء. طيب احنا في نفس السياق كمان استاذة ماريا، يعني اهتمام الدولة ب هذا المؤتمر، مصطفى مدبولي بيقول مصر دشنت الخطة الاستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر دشنت الخطة الاستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية، وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن برنامج نوفي هو مبادرة بتستهدف تحقيق أهداف الدولة في مكافحة التغير المناخي،
متابعا حددنا مشروعات بإجمالي 20 مليار دولار بتركز على عدة محاور لمكافحة التغير المناخي. وقال رئيس الوزراء سنعمل على تنسيق كافة الجهود لتحقيق أهداف مكافحة، وسنعمل على ضخ استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة تحقق الاستفادة للجميع. ولفت أنه تم العمل على رفع وتخفيف حدة وأثار تغيرات المناخ، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ضرورة وجود البحث العلمي والمعرفة للعمل على وجود حلول لأثار التغيرات المناخية، مضيفا أنه تم التركيز على خطة استراتيجية للمناخ 2050، كما تم العمل على تعزيز إجراءات التعامل مع تغيرات المناخ وتحسين البنية التحتية. أيضا استكمالا لكلامنا عن التغيرات المناخية، طبعا رؤية حضرتك لكلام دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. حاليا الكلام ده ضرب في نفس السياق اللي تحدثت عنه من شوية في أكثر من منطق، كله بيكمل بعضه. زي ما قلت لحضرتك في الأول خالص إن أهم حدث الفترة القادمة هو COP27، وبما إن إحنا بنتكلم على الطاقة النظيفة فأنا عندي طاقة نظيفة وعايزة أستخدمها، فبالتالي هوظف كل المشروعات القادمة وكل العمل القادم يعني ان هو يستخدم الطاقه النظيفه. هبتدي اطلع مشروعات، هبتدي اطلع عمل ونتائج واقتصاد، كل حاجه هتكون في سياق الطاقه النظيفه في كوب 27. كمان دكتور مصطفى مبولي زي ما حضرتك قلت لفت على انه تم العمل على رفع وتخفيف حده اثار تغيرات المناخ، يعني الطاقه النظيفه هتقلل من حده والتغيير الاثار المناخيه، وهتخلي العالم كله يتكيف على هذا السياق. وقال انه تم التركيز على الخطه الاستراتيجيه للمناخ 2050، وانه تم العمل على تعزيز اجراءات التعامل مع تغيرات المناخ وتحسين البنية التحتيه. كل حاجه عندنا في الدوله بنوظفها للقمه دي، وبعد القمه بنوظفها لنتائج القمه دي. احنا لسه مش مستنى ان القمه يتم انعقادها وتخلص وتمام، لا، احنا بننفذ من دلوقتي. صحيح. بنعمل كل الخطوات من دلوقتي. طيب خلينا نختم مع حضرتك آخر منشطتنا بتصريح لبوتين بيقول أحد أبرز أسباب التراجع الاقتصادي في أوروبا هو قرارهم قطع العلاقة مع روسيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أحد أبرز أسباب التراجع الاقتصادي في أوروبا هو قرارهم قطع العلاقة مع روسيا، وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تفاقم أزمات سوق الغذاء العالمي. وفي وقت سابق أعلنت شركة غاز بروم الروسية إغلاق خط نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى، واستمرار شحن الغاز إلى القارة العجوزة عن طريق أوكرانيا. رؤية حضرتك طبعا حضرتك لهذا التصريح، ونتكلم بشكل تفصيلي كمان عن الأزمة الروسية الأوكرانية وما توصلت إليه إلى الآن. الحقيقة مش هيأثر على الاقتصاد في أوروبا بس الأزمة الروسية الأوكرانية، بالعكس هي بتأثر على العالم كله. وده قلناه مرارا وتكرارا إن المشكلة مش مع روسيا وأوكرانيا بس، ولكن بتأثر على الدول كلها، وبتكون بالتالي بتكون المشكلة مع الدول كلها. الحقيقة أنا مش مع الرئيس الروسي في اللي هو التصريح اللي هو قاله، لأن برضو الأسباب بتأثر على العالم كله، وده شفناه في الفترة الأخيرة بقى ارتفاع الأسعار وفي أزمة اقتصادية والغذاء وكل ده. وقال برضو أنه تفاقم أزمات سوق الغذاء العالمي، وده فعلا حقيقي في كل دول العالم، وبالتالي الموضوع مش مؤثر على روسيا وأوكرانيا بس، ولكن على العالم. صحيح. كله تمام. إحنا نتكلم على الغاز والمصادر الغاز الطبيعي والبترول يعني أوروبا والعكس. فالحقيقة إنه يعني نتمنى وأكتر بأكد عليه الأمور الثالثة إن كل ده يعني الأمور تتصلح بينهم، ويكون في حكمة في التعامل مع الأمور دي، ونتمنى يعني السلطات تتدخل، لأن مش هيكون مؤثر بس على روسيا وأوكرانيا، بالعكس هيكون مؤثر على دول العالم كلها. طيب توقعات حضرتك في المرحلة الجاية ممكن تكون إيه؟ يعني هل يكون في خلاص يعني أمان واستقرار في أوكرانيا، وتعود المية إلى مجاريها، والغاز يوصل، ويعني توقعات حضرتك إيه في الفترة اللي جاية؟ وجهة نظري إن هم لازم يدركوا الأول إن هم المشكلة إن هي مش هتأثر عليهم بس، يعني المشكلة هتأثر على العالم كله. أنت مش هينفع تبص على
محيطك، وان ان هيراجع التراجع الاقتصادي في اوروبا بس، لا في كل دول العالم. يعني في وجهه نظري ان الموضوع مش هيهدى او مش هيصلح بقى زي ما بنقول والميه ترجع لمجاريها غير بتدخل سلطات كبيره، لان الموضوع بقى له فتره كبيره جدا وبقت حرب كبيره زي ما بنقول بين روسيا واوكرانيا، فبالتالي مش هيجوا يعني يتصالحوا دلوقتي. لا، الموضوع محتاج سلطات اكبر من الرئيس ده والرئيس ده، وان يعني العالم كله يتكاتف عشان نحل المشكله دي، ان هي لو محلتها هتاثر بشكل اكبر سواء على الجزائر سواء على الاقتصاد سواء على ارتفاع الاسعار، فهتكون ازمه شامله العالم كله. أكيد بنتمنى السلامة لكل دول العالم والاستقرار أيضا لكل دول العالم. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذة ماريا روماني الكاتبة الصحفية بموقع القاهرة 24، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التحليل الصحفي الرائع. شكرا لحضرتك أستاذة ماريا. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، بس خليني قبل ما اختم مع حضراتكم يعني اتشرف او بيتشرف المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي ايضا بدعوة سيادتكم لحضور مؤتمر تغير المناخ والاحتباس الحراري يوم الحد 11 سبتمبر الساعة 11 ونص صباحا، وده يكون بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. يعني استكمالا لكلامنا عن التغيرات المناخية واهتمام الدولة بمؤتمر كوب 27 اللي هيكون من المفترض في نوفمبر القادم في شرم الشيخ، واهتمام الدولة من دلوقتي كمان، المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بيدعوكم ان انتوا تشاركوا في المؤتمر الخاص بتغير المناخ والاحتباس الحراري عشان نعرف أهمية تغير المناخ والاحتباس الحراري ويكون عندنا المعلومة الكافية. ياريت نلتزم كلنا بالحضور. هروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، خليكم معنا.